ترأس وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبد الله القوسي اجتماعا للمجلس الأعلى لأكاديمية الشرطة الذي استعرض البرامج العلمية للدراسات العليا بالأكاديمية. وتطرق الاجتماع إلى الملاحظات المطروحة على تلك البرامج، كما ناقش مشروع لائحة هيئة التدريب بأكاديمية الشرطة والملاحظات المطروحة بشأنها. وقرر الاجتماع أيضا نتائج الماجستير في علوم الشرطة ونتائج الامتحانات لطلاب كلية الشرطة. إلى عناوين النشرة.